أنا عندي سؤال مهم جدا سماحة الشيخ. يعني هناك كلام يدور حول عدم لقاء الإمام السجاد عليه السلام بالصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري. الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه ذكر كلام في كتابه الملحمة الحسينية في هذا الاتجاه، ما رأيكم، ما قراءتكم لهذا الكلام؟ نعم، بالفعل الشهيد المحقق آية الله الشيخ مرتضى المطهري أعلى الله مقامه، وهو رجل فقيه مجدد في الفكر، وله نظرات معمقة في كثير من المجالات، وكتبه كتب نافعة جدا، له سلسلة محاضرات جمعت فيما بعد باسم حماسي حسيني باللغة الفارسية، وترجمت إلى اللغة العربية باسم الملحمة الحسينية في 3 أجزاء. لا شك أن الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه محقق متتبع ومفكر من الطراز الأول، وهو فوق ذلك فقيه وفيلسوف، وأنا أوصي إخواني وأوصي نفسي بالاستفادة من كتبه ومن أفكاره، فهي نافعة بشكل جيد. لكن مع ذلك في هذه الجهة يمكن لنا أن نتأمل في ما ذكره الشهيد المطهري. بالفعل في كتابه ذكر، اللي هو كما ذكرت هو عبارة عن محاضرات ألقيت ثم فرغت من الأشرطة، وحاصلها أن من التحريفات اللفظية قصة لقاء الأسرى مع الإمام زين العابدين عليه السلام مع جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا كان فقط شاهد ذكره الشهيد المطهري ولم يورد دليلا على هذا الأمر. أنا أعتقد أن الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه وهو من المجددين في الفكر، وهو حريص على أن تنقى السيرة الحسينية، وعموما رواياتنا تنقى رواياتنا من الزيادات ومن المبالغات، ونحن نتفق معه في هذه الجهة أنه ينبغي تنقية الروايات سواء التاريخية أو غير التاريخية مما تمت زيادته عليها وهي غير ثابتة. لكن هنا سوف يكون لنا أن نناقش هذا الفيلسوف الفذ والمفكر الإسلامي المعروف. نحن نعتقد بإمكانية حدوث هذا الشيء، بل بوقوعه بناء على رواية أولا نقلها شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه الشريف في كتابه مصباح المتهجد، فإنه يذكر هذا النص. قال الشيخ في مصباح المتهجد: وفي اليوم 20 منه، يعني من صفر، كان رجوع حرم سيدنا أبي عبد الله الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهما السلام من الشام إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورضي الله عنه من المدينة إلى كربلاء. فالشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يجعل هذا اليوم يوما تحقق فيه رجوع حرم الإمام الحسين عليه السلام من الشام إلى كربلاء، وهو نفس اليوم الذي كانت فيه زيارته جابر بن عبد الله الأنصاري إلى الإمام الحسين، إلى قبر الإمام الحسين في كربلاء. تصور أن يكون هذا في سنة أخرى، كما بعض الكتاب قال أنه الحرم الإمام الحسين بقي في الشام مدة سنة وعاد في السنة الأخرى، هذا بعيد للغاية ولا يوجد هناك شاهد عليه. بعد المسافة وقربها أيضا لو أخذناه بالنظر التاريخي
سوف نجد أن بالإمكان أن يكون الركب الحسيني قد وصل كما تشير إلى ذلك روايات ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق وذكرها غيره أنهم دخلوا إلى دمشق في اليوم الثاني من شهر صفر. هذه الفترة تسمح للركب الحسيني بأن يبقى في دمشق مدة أسبوع كما هو مفاد الروايات التاريخية، وأن يعودوا أيضا في نفس الوقت يعني من اليوم التاسع أو اليوم الثامن إلى كربلاء، في هذه الطريق يستغرقون مدة 12 يوما، وهذا من الناحية التاريخية ممكن أن تقطع المسافة في ركوب القوافل من الشام إلى كربلاء بهذا المقدار.